إذا نبدأ اللقاء مع سعادة السفير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي. أهلا بحضرتك يا فندم مرة تانية. سعادة السفير، يعني هذه هي الجولة 11 كانت لأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، ولكن على ما يبدو أنها لم تأتي بالنتائج التي كانت مرجوة في خضم هذا الصراع وهذه الحرب المستعرة. كيف تقيم هذه الزيارة؟ يعني أنا أرى الزيارة 11 كما هي الزيارة الأولى أستاذة أميمة، هي لإدارة الصراع. أظن جوهر السيناريو الذي يعني تتوافق فيه الاستراتيجيات الأمريكية والإسرائيلية هي القضاء على أذرع إيران في المنطقة وصولا إلى طهران ذاتها. أظن هذا السيناريو بدأ بحماس في قطاع غزة وانتقل لرغبة نتنياهو البقاء في السلطة ومد أجل النزاع عسكريا حتى موعد الانتخابات الأمريكية، وها نحن على مقربة من عدة أيام من موعد الانتخابات في 5 نوفمبر القادم، وانتقل بالنزاع لحزب الله ظنا منه أنه باغتيال قادة حزب الله وأمينها العام حسن نصر الله يمكنه أن يربك حسابات الحزب ويضغط على الساعد المدني في الحكومة اللبنانية وجنوب لبنان، مما يعرض موقف حزب الله لسيطرة وتواصل ضغط إسرائيلي عسكري كما نتابعه يوميا. وبالتالي لمس نتنياهو أن حماس ربما تكون قد ضعفت ولكنها لم تنتهي، وكذلك الوضع في جنوب لبنان صار يشكل ضغطا وينقل مسرح العمليات إلى إسرائيل ذاتها، فتمت مهاجمة مدن إسرائيلية في الداخل الإسرائيلي وباتت المعركة على أبواب كل المدن بما فيها تل أبيب حتى منزل نتنياهو. أدرك الإسرائيليون أن القضاء على حزب الله هي معركة صعبة للغاية ولا يمكن الوصول فيها حتى مع اغتيال قيادات حزب الله إلى نتائج. نعم، وبالتالي يصرون للمضي قدما في هذه المعركة. حدث متغير الأسبوع الماضي عندما قام المبعوث الأمريكي للبنان بعرض رؤية للولايات المتحدة على طرفي النزاع بتطبيق 1701، وهو القرار الذي يعيد لقوات الجيش اللبناني السيطرة حتى خط الحدود أو الخط الأزرق، ولكن مع إعطاء إسرائيل مساحة للسيطرة والتدخل حتى بعد بدء نشر قوات الجيش في الجنوب اللبناني، وهما رفضته الحكومة اللبنانية وما رفضه حزب الله. لما كان المواجهة مع إيران هي في قلب المشروع الإسرائيلي، كان معامل الانتخابات الأمريكية وموقف الإدارة هو الحاكم، وربما هو الذي يفسر لك التأجيل. ربما من مصلحة إسرائيل الأساسية هي القضاء على حزب الله وتأجيل الضربة حتى الانتخابات، حتى أولا التوافق مع حزب الله وصولا للانتخابات الأمريكية. نعم.